11 سنة سنة. يعني أنا عندي 11 سنة بدأت اللعبة. أنت وأنت عندك 11 سنة. المركز الشباب المحسمة؟ بعد كده الموضوع تطور زي ما عايز. مشي بالتدريج يعني بدأت خدت أول بطولة ليا خدت بطولة الجمهورية خدت فيها أول. بعد كده دخلت بطولة عرب خدت فيها أول. بعد كده أفريقيا خدت فيها أول. بعد كده تضامن إسلامي أفريقيا خدت فيها أول وعرب خدت فيهم أول. وبعد كده تاني أفريقيا خدت فيها أول. لعبت في دورة أفريقيا خدت أول. دورة سعودية خدت فيها أول. تم تكريمك من قبل محافظة الإسماعيلية، كلميني بقى عن التكريم وموضوع، هل ده دافع ليكي؟ أكيد، لأن أول مرة تحصل معايا بعد سفر اليوم استدعيني لزيارة، وبجد بحب أشكره جدا. والاستقبال امبارح كان ازاي بقى ليك في مطار القاهره؟ كان استقبال حلو جدا، اهلي وسياده الوزير كان بعت لي ناس استقبلوني من اول مطار القاهره. هل الوزير كلمك طيب؟ سياده الوزير؟ لا، حتى لما كلمكيش. بس بعت لي تهنئه على طول بعد الماتش مباشره تهنئه. مش نفسك تقابلي السيد الرئيس بقى؟ اكيد نفسي تتكرمي من قبل السيد الرئيس يعني. طموحك ايه بقى الفترة الجاية في اللعبة؟ طموحي طوكيو 2020 بإذن الله. انك تجيبي كم ذهب فيه يعني؟ هي ميدالية بإذن الله، يعني هو انا حاطة هدفي ذهب ان شاء الله. امكانيات التدريب عندك في مركز شباب المحسمة وهل هو مؤهل وعنده الامكانيات ان انت تكوني بطلة اولمبية؟ هو بصراحة كإمكانيات مفيش، كحاجة زي كده مفيش، بس احنا اللعيبة عندنا هدف فبنوصل. إمكانيات التدريب عندك عاملة ازاي؟ بتتمرني بإيه يعني؟ هو كصالة حاجة صغيرة وكعدد بنات كتير قوي، فاللي هو حاجة بتبقى بتتمرن كأنك مش بتتمرن في صالة هدوء، كأنك بتتمرن في فرح بس. طيب رسالتك لسيادة الوزير، وزير الشباب والرياضة بقى عن وعدني ان هو يظبط لي الصالة عندنا، يعمل لنا صالة جديدة، وبجد بشكره عليها بجد يعني، وان شاء الله يعملها. هلا علي رئيس مركز مركز شباب المحسمة، كلمنا عن البطلة نعمة سعيد وكواليس فوزها وامكانيات المركز عندك، هل هي مؤهلة ان هي تاخد بطولات بعد كده وكانت بطل اولمبي؟ احنا الحمد لله بدأنا لعبة رفع الاثقال مركز شباب المحسمة عن طريق كابتن حلمي عبد الباري، كابتن عبد الباري حلمي وكابتن عصام، الناس دي شالت على عاتقها موضوع رفع الاثقال. طبعا احنا الدم بالنسبة لنا بسيط جدا، بننحت في الصخر، الدم كله جاي من النائب احمد بدران الاستاذ سامي عبد الحليم في حدود الامكانيات. شباب الرياضه يعني؟ شباب الرياضه. البطله نعمه اشتغلت على نفسها كويس جدا، عندنا ابطال كتير، عندنا 6-7 بطلات كلهم ابطال عرب وابطال افريقيا، ابطال امم افريقيه، ابطال اولمبياد شباب، ابطال عالم في مركز شباب المحسمه المحطه بالتعاون مع المؤسسه العسكريه. يعني احنا عملنا بروتوكول مع المؤسسه العسكريه، الحته اللي هي الاخيره ان احنا من مركز شباب المحسمه مش هنقدر نوصل البطلات دي لمكان معين، فعملنا بروتوكول معاهم ان هم يشرفوا على اللعيبه. باري حلمي عبد الباري مدرب بطله مصر نعمه سعيد، كلمنا عن امكانيات التدريب وايه طموحاتها في البطوله يعني. نعمه طموحاتها كبيره جدا لوصولها باذن الله العالميه والدوره الاولمبيه ان شاء الله 2020 في طوكيو باذن الله. طبعا كواليس الفوز كنتوا متوقعين ان هي تاخد البطوله الميداليات ديت؟ الحمد لله هي جت في اخر فتره بتاعتها قبل ما تطلع البطوله ديت، ان ربنا كرمها ان هي بقت للاحسن، ان هي كانت في اصابه وطلعت من الاصابه، هي عندها عزيمه ان هي تبقى للاحسن، ان هي ما تقفش وخلاص انا كده اتصبت اللي انا ده اني واقفه، فربنا كرمها بارقام جديده خلى الانظار تتلفت ليها من الاتحاد ومن المدربين ومن كلهم، فحطوا نعمه رشحوا نعمه من هي من اول اللي هي تطلع بطوله العالم، فهي طلعت البطوله والحمد لله ربنا كرمها وحققت 3 ميداليات ذهب لمصر ورفعت علم مصر في امريكا، يعني دي حاجه لوحديها يعني الحمد لله، ده فضل من ربنا اللي علم مصر رفع في امريكا.